مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من القاهرة، والذي يبدأ الآن على شاشة النيل الأخبار ويستمر حتى قبل منتصف الليل بربع ساعة. مساء الخير يا إيمان. مساء الخير يا شادي، ومساء الخير لكل مشاهدينا. والنهاردة هيكون بجانب استعراضنا لأهم الأحداث اللي مرت بها مصر والعالم خلال الساعات القليلة الماضية، هيكون عندنا حوارين. الحوار الأول هيكون حول قانون الخدمة المدنية أو الوظيفة المدنية الجديد وتعديلاته التي تناقشها وزارة العدالة الانتقالية تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية. أكيد جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة معنيين بهذا الحوار وبتفاصيل هذا القانون وإيه الجديد اللي ممكن يضيفه على الأعمال الوظيفية والأمور المالية الخاصة بالحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وأيضا التأمينية. حوار تاني في هذه الحلقة هيكون عن اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب اللي هيعقد غدا، ودي هتبقى الدورة 46 طبعا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة وزراء الإعلام العرب ورؤساء الهيئات وأجهزة الإعلام وممثلي وكالات الأنباء من الدول العربية تحت شعار دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف. وهيكون معنا في هذا الحوار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين. خلونا قبل ما نبدأ حواراتنا نتابع أهم الأحداث اليوم. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لدعم العلاقات ما بين البلدين بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة. عقب الاجتماع صرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس أشاد بكافة جوانب العلاقات بين البلدين التي يعد شقها العسكري مكون رئيسي فيها يدفع بإيجابية نحو تعزيزها وتنميتها. وأوضح الرئيس أن الظروف التي تمر بها المنطقة تعد استثنائية وغير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب تفهما أكثر عمقا وإدراكا لحقيقة الأمور وسبل التعامل معها. من جانبه أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالنجاحات والخطوات الثابتة التي تخطوها مصر على صعيد التقدم السياسي والاقتصادي. ومعنا عبر الهاتف سيادة اللواء نصر سالم الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك، مساء الخير سيادة اللواء. أهلا، مساء الخير. يعني مثل هذه النوعية من الزيارات، المؤشر الأول والدلالة الأولى اللي بتوحي بها هي قوة العلاقات والتعاون العسكري ما بين مصر والولايات المتحدة، بغض النظر عن أي آراء يعني سياسية ممكن يتم الاختلاف فيها. دلالات هذه الزيارة في رأيك؟ يعني احنا علاقاتنا مع العسكرية مع الولايات المتحدة ممتدة، ويمكن زادت أكثر منذ سنة 1980 ولما ابتدينا نعمل مناورات النجم الساطع مع الولايات المتحدة، وكانت بتشترك معنا العديد من دول العالم والدول العربية أيضا، قد بيجي دول أخرى كمراقبين. استمر هذا التدريب لفترة طويلة، ويمكن كان توقف بس في الفترة اللي هي بعد ثورة 30 يونيو. النهاردة بتعود العلاقات مرة أخرى بعد ما أعلنت المتحدة إن المعونة العسكرية ترجع مرة أخرى، وجدير بالذكر أنها بترجع المعونة العسكرية وبترجع العلاقات، ومصر أقوى بكثير مما كانت، لأن النهاردة مع تقديرنا الكبير جدا للدور اللي لعبته أو الولايات المتحدة الأمريكية في إمدادنا من الأسلحة خلال هذه الفترة، لأننا النهاردة بدأنا لتنويع مصادر التسليح. النهاردة انفتحنا على روسيا، على الصين، على فرنسا. في عندنا النهارده ما بقاش السلاح المصري حكر على دوله واحده، ولكن اصبح هناك تعدد اسلحه على احدث معاليد الاسلحه في العالم النهارده من اكثر من مصدر، وهذا يضمن امان كامل لقواتنا المسلحه. فلما نلتقي مع القياده المركزيه النهارده او مع هذا القائد الشخصيه العسكريه الامريكيه الكبيره، ننتقي من موقف أفضل بكثيرا مما كنا عليه قبل 30 يونيو، وإن شاء الله تعود مرة أخرى بدرجة أقوى لتبادل علاقات طيبة، سواء كانت في التدريب أو في الإمداد بالأسلحة، وتستمر بإذن الله العلاقات
كما كانت وأفضل بإذن الله. نعم، أشكرك جزيلا سيادة اللواء نصر سالم الخبير العسكري والاستراتيجي. عقد رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع حضره اعضاء المجلس المصري للزيتون، وذلك بحضور الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعه واستصلاح الاراضي. اوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان المجلس يعد بمثابه جمعيه اهليه مصريه تعنى بتطوير ورعايه زراعه الزيتون في مصر، وقال ان اعضاء المجلس عرضوا خلال الاجتماع ملامح التصور المبدئي لمشروع اغصان الزيتون الذي يستهدف الوصول بزراعات الزيتون في مصر الى 100 مليون شجرة بحلول عام 2020، وذلك يضع مصر في المركز الثالث عالميا في مجال إنتاج الزيتون، كما يتيح فائضا للتصدير بعوائد مجزية. شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الدولة للتطوير الحضري أو وزارة العشوائيات كما هو متعارف باسمها، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير وتمويل إنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للمرحلة الأولى لمشروع مؤسسة معا لتطوير العشوائيات بحي السلام ثاني طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وذلك بحضور الفنان محمد صبحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة معا. خلال مراسم التوقيع كان في تصريحات لوزيرة التطوير الحضري دكتورة ليلى إسكندر، قالت فيها إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات، وما تقوم به مؤسسة معا بإنشاء مجتمعات جديدة متكاملة لإعادة تسكين سكان المناطق غير الآمنة بالأرض التي خصصتها محافظة القاهرة للمؤسسة بمساحة 60 فدان بحي السلام ثاني كحق انتفاع. معنا الفنان الكبير محمد صبحي رئيس أيضا مجلس أمناء مؤسسة معا. مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طيب يعني في تقدم، يعني هناك توقيع لملحق اتفاقيه تعاون بين وزاره الدوله للتطوير الحضري والعشوائيات ووزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه لتوفير تمويل انشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للمرحله الاولى لمشروع مؤسسه معا لتطوير العشوائيات، يعني الامور بتتحرك. لا طبعا، هو الدوله دايما انا اقول مش عايزين نرجع تاني عودة للخلف، لأن يبقى في مؤسسات أو جمعيات أو أفراد يحسسوا الشعب المصري إن هم اللي بيعملوا. لا، إحنا لينا دور، بس أنا بقول أن ما يصنعه للمواطن هي الدولة المصرية، هي مصر اللي بتصنع المواطن. طبعا تكاتف الوزارات في وزارة المهندس إبراهيم محلي بالحقيقة شيء راقي جدا جدا، وانا المفترض يا استاذ شادي ما لمش تبرعات بثقه الناس في اسمي وفيا، ما لمش تبرعات عشان اديها للدوله تاني، يعني اخدها واديها للدوله. لا، الدوله لها دور، هي مديها الارض ومديها الخدمات كلها، صرف صحي وميه، لان ده حق المواطن اللي هيتنقل يعيش في هذه المدينه اللي من 6 عشوائيات غير امنه، وعاملين نموذج للدولة، يعني المدينة دي نموذج بتستلمه الدولة علشان تطبقه في كل المحافظات. ليه؟ لأن دي مدينة نموذجية. وبطلنا فلسفة أن الفقير يعيش في مكان حقير أو يتعالج في مكان حقير، لا، الفقير من حقه أن يعيش في كرامة إنسانية حقيقية. عاملين 5300 وحدة مستشفى، 140 سرير وأربع غرف عمليات وسكينة واستقبال، مسرح 600 كرسي، 3 سينمات، سوق تجاري، مدرسه ابتدائي ومدرسه اعدادي ومدرسه ثانوي، ومعهد ازهري اتبرع به فضيله الشيخ الازهر، الازهر لاول مره معهد ازهري لغات، نادي ثقافي ونادي رياضي وسوق تجاري وسوق حرفي، يعني كل شيء هيتنقل المواطن لشغله وعمله وابداعه وايضا لتعليم ابنائه، ونغير المواطن. احنا بنقول الشعار بتاعنا نبني البشر قبل الحجر. يعني يمكن الحياة المتكاملة دي هي اللي أكيد فيها كلمة السر في نجاح الفكرة. دايما كانت معضلة العشوائيات أنه المواطنين هينتقلوا لمكان هيفتقدوا فيه الحياة العملية، أكل العيش حتى، يعني أبسط الأمور، وبالتالي كانت بتبقى معضلة أنه هو بيبقى عايز يرجع تاني في المكان اللي كان فيه حتى لو ما كانش إنساني.
ده صحيح، ودي ده موروثات من حكومات سابقة كثيرة، فعلا كان شعب يبيعوها ويرجعوا تاني لمكانهم. بالظبط. ولكن احنا بنتك قوي على حتة بناء البشر، لان هو ده الحل عشان نخلص من مشاكل كتيرة حصلة في مصر نتيجة العشوائيات. فاحنا لو قضينا على العشوائيات او حولنا الناس دول، اديناهم فرصة حقيقية لانهم يعيشوا بكرامة ويتطوروا، وقبل ما يستلم الشقة بتاعته أو الحجر لازم بيبقى فيه محو أمية ومحو أمية دينية وتطوير بشري وهكذا. تمام. طيب إمتى هنشوف يا أستاذ محمد يعني نتاج هذا المشروع المتكامل اللي واضح إن كل أجهزة الدولة ووزاراتها بتشارك بفعالية كنوع من أنواع الحل الجزئي الكبير لمعضلة كبيرة ومعقدة في مصر اسمها العشوائيات؟ هو الحقيقة أنا أطلقت الحملة من 2011 مارس 2011، بس طبعا تعاقب الوزارات عملت لنا عمليه عارفين الروتين، وسحبوا مننا الارض وخدناها تاني، وسحبنا الارض وبعدين خدناها تاني لغايه لما جه مهندس محلب. واحنا بقالنا دلوقتي سنه وشهرين اعتقد بنشتغل في الموقع فقط، فعملنا المرحله الاولى. وعندكم اعتقد صورتوا في الموقع يعني بتشاف الانشاءات اللي اتعملت ومستوى الوحدات اللي هتسلم سواء تشطيب داخلي او خارجي. ويمكن تعليمات السيد الرئيس لما قال لي ازاي هتنقل الناس وهتبنيهم كبشر وهتعلمهم سلوكيا، وهو كل ده كويس، طب ازاي هياخدوا حاجتهم اللي معاهم في العيشه الجديده اللي هي من غير سقف علشان يفرشوها بشواهم، كمل جميلك. فطبعا كانت فكره رائعه، واحنا هنحاول نعمل ده بمعاونه مؤسسات اخرى ان احنا نسلم الشقق كمان مفروشه كامله. تمام، نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك كل التوفيق الفنان الكبير محمد صبحي. طيب وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على تخصيص دعم إضافي 50% للمستفيدين من البطاقات التموينية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بحيث يكون لكل مستفيد من البطاقات التموينية الحصول عليه لمرة واحدة خلال شهر رمضان، وبما يسمح للمواطن بالحصول على سلع أخرى وفقا لاختياره من منافذ التموين. ومعنا الأستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين. مساء الخير يا أستاذ محمود. سيدي مساء الخير يا أستاذ، وكل سنة وانتم طيبين ومصر كلها طيبة وكبيرة. أهلا بيك. طيب يعني مجلس الوزراء وافق على تخصيص دعم إضافي 50% للمستفيدين من البطاقات التموينية، ال 50% دول إيه السلع اللي هتوفرها؟ لا حضرتك، النظام التموين اللي تم تطبيقه منذ فترة من شهر يوليو الماضي، والحق الحمد لله نجاح كبير جدا، ان المواطن له، كل مواطن مسجل على بطاقة التموين له مبلغ من المال قيمة الدعم بتاعه. من حقه هنا ان المبلغ ده ان ياخد اي سلعة تموينية متاحة له، اللي هي اكثر من 30 سلعة من اي مجمع استهلاكي او بقال تمويني داخل المحافظة. كان في النظام القديم يا استاذ شادي، في المنظومة القديمة كان لكل مواطن له 2 كيلو سكر، 2 كيلو رز، كيلو ونص زيت مفروضين عليه. أيوة. سواء جيدين او غير جيدين، وكان فيهم نقص او مش موجودين، فكان مواطن الدعم بيروح عليه. النظام التموين الجديد في مبلغ لكل مواطن، مبلغ من الدعم موجود وهو 15 جنيه بيتم زيادتهم في شهر رمضان، يبقى كمان 50% عليهم. المواطن هنا من حقه ان ياخد ما يناسب ذوقه، ما يناسب احتياجاته، ما يناسب ظروفه. السلع موجوده كتير بكثره، اي كميات هو عاوزها، سواء صنف واحد او عده اصناف في نفس الوقت. كان في النظام القديم كل مواطن مربوط على بقال تموينه معين. في النظام الجديد انت امامك كود البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكيه داخل المحافظه، تختار البقال التمويني اللي يقدم لك خدمه كويسه، يقدم لك اسعار مناسبه، يقدم لك سلع جيده، يقدم لك عدد كبير من السلع. يعني بقى في اختيارات دلوقتي، ما بقاش مجرد يعني بقال معين. من ضمن ثقافه منظومه الخبز الجديده حضرتك ان هي ادت للناس الحريه الاقتصاديه، زمان بقى عندنا حريه سياسيه، بقى دلوقتي المواطن عنده حريه اقتصاديه، يختار ما يناسب احتياجاته والمبلغ اللي يدفعه والبقال التمويني اللي يتعامل معاه وايضا المخبز اللي يتعامل معاه. تمام. طيب يا استاذ محمود، هل الفكره دي اللي يعني معموله هذا النظام اللي هيكون عبر بطاقه التموين هتكون منفصله تماما عن الاسعار اللي في الخارج اللي ممكن ما يحصلهاش في كتير من الاوقات عمليه ضبط، فبنواجه كمواطنين عاديين ان في حاله ارتفاع خصوصا في المواسم اللي زي شهر رمضان والاعياد؟ لا ده حضرتك يعني عاده تم تطبيقها السنه اللي فاتت برضو
بوجود الدكتور خالد حمد وزير التموين، والسنه دي برضه تم تطبيقها. الهدف منها ان احنا بنيسر على المواطنين بنزيد الدعم بتاعهم، لان برضه في نفس الوقت من ضمن الاليات ان احنا بنخفف من كاهل المواطنين بنحاول نزيد الدعم بتاعهم، ان احنا حاليا بيتم تكثيف المعروض من كافه السلع الغذائيه، سواء من لحوم، من دواجن، من اسماك، من زيت، من ارز، كافه السلع الغذائيه والخضر والفاكهه في كافه فروع المجمعات الاستهلاكيه وفروع شركه الجمله والسيارات المتنقله والمعارض التي يتم اقامتها، وضخ ايضا كميه من اللحوم في منافذ القطاع الخاص للبيع للمواطنين باسعار تنافسيه. وعلى فكره يا استاذ، احنا عندنا 20 مليون طاقه بيستفيد منها نحو 80 مليون مواطن، فلما نوفر لهم سلع تموينيه جيده ونزود لهم في الدعم بتاعهم، وما تنسيش برضك ايضا منظومه الخبز الجديده اتاحت للمواطنين فارق نقاط الخبز اللي هو السلع الغذائيه المجانيه اللي بيحصلوا عليها مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز. هو الجميع اشاد بفرق الجوده كمان في الخبز. ده الفرق نقاط الخبز ده بيصل متوسط البطاقه من 60 ل 80 جنيه شهري سلع غذائيه مجانيه، ده غير السلع التموينيه اللي زادت في شهر رمضان مره ونص. فكل ده بيؤدي الى التخفيف على المواطنين انهم يحصلوا على اكبر قدر من احتياجاتهم من السلع الغذائيه باسعار مخفضه، باسعار مدعمه، جزء منها كبير جدا اللي هي مجانيه زي السلع فارق نقاط الخبز. تمام، نشكرك جزيلا استاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين. طبعا واحنا بنكمل اخبارنا، كان في اجتماع هام لمجلس الوزراء، خلاله كان هناك تصريحات هامه للدكتور صلاح هلال وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، كانت بخصوص المساحة المزروعة من محصول القمح خلال العام الحالي واللي بلغت 3.1 مليون فدان. أضاف هلال خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الاستثمار في أعقاب هذا الاجتماع أن موسم الحصاد لم ينتهي حتى الآن، وأكد أنه في نهاية الموسم متوقع أن يصل كمية القمح التي تم توريدها للحكومة 9 ملايين طن. وأشار وزير الزراعة إلى أنه أثناء مروره على الشؤون وصلت عدة شكاوى من عدم استيعاب الشون الحالية بسبب وقف التعامل مع الشون الترابية، وأكد هلال أنه تواصل مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين للسماح باستخدام الشون الترابية، مؤكدا أنه وافق على طلب الوزارة. عرض رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش اليوم توسعات مشروع قناة السويس الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة في مشروع تنمية محور القناة، وده خلال لقاء بأكثر من 35 شركة بريطانية بتعمل في مجالات الاستشارات الهندسية. جاء ذلك في إطار طبعا زيارة مميش اللي بيقوم بها للعاصمة البريطانية لندن واللي هتستمر 3 أيام. وأوضح خلال اللقاء اللي نظمه المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لندن بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية والمؤسسة البريطانية للشركات الاستشارية الخطوات اللي بيسير بها مشروع قناة السويس والمراحل المختلفة اللي بيمر بيها، وأكد أنه 6 أغسطس هو موعد الافتتاح الرسمي للقناة، وهو الموعد الذي تم وضعه بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتهاء من أعمال حفر القناة خلال عام. يعقد رؤساء أركان الجيوش العربية اجتماعهم الثاني السبت القادم برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وذلك بهدف استكمال مناقشة تشكيل القوة العسكرية المشتركة، القرار اللي نتج عنه القمة العربية الأخيرة، وده طبعا لمتطلبات التحديات اللي بتواجه الأمن القومي العربي بما فيها أو على رأسها التنظيمات الإرهابية. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية سفير أحمد بن حلي في تصريح له اليوم إن اجتماع رؤساء الأركان الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية يأتي استكمالا لاجتماعهم الأول الذي عقد في 22 من إبريل الماضي تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ، والتي تم التكليف فيها من قبل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالتنسيق مع رئاسة القمة في الحالية مع دولة مصر بدعوة رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في الجامعة لدراسة جميع جوانب الموضوع، أيضا اقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة.
انتهت أخبارنا ونذهب إلى حوارنا الأول في هذه الحلقة حول قانون الخدمة المدنية الجديد وتعديلاته اللي بتناقشها وزارة العدالة الانتقالية. هيكون معنا المستشار أيمن عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضاء الدولة. ابقوا معنا. اللجنة العليا للإصلاح التشريعي رفضت خلال اجتماعها الأحد الماضي تعديلات على قانون فصل الموظف بغير الطريقة التأديبية، كما رأت اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها لمعاقبة الموظف العام في حالة مخالفته. وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي أكد على أن القانون صادر منذ عام 1963، وكان يعطي استثناء لحالات محددة يمكن للجهة الإدارية من خلالها عزل بعض الموظفين إذا ارتكبوا حالات محددة، وأن اللجنة رأت إرجاء النظر في بعض التعديلات المقترحة من اللجنة الفرعية المختصة للموائمة التشريعية والتي تقتضي بحث إضافة مسألة فصل الموظف المدرك على قائمة قانون الكيانات الإرهابية في مادة مستحدثة من قانون الكيانات نفسه أو في قانون الفصل بغير الطريق التأديبي أو وضعه كمادة مستحدثة في قانون الخدمة المدنية. وتضمن قانون الخدمة المدنية جميع العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، كما نص على أن حالات انتهاء الخدمة منها بلوغ سن 60 بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي وعدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي للمختص أو الاستقالة أو الوفاة، وأيضا الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية ما لم يقدم خلال هذه الأيام ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، أو أن الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوما غير متصلة في السنة، أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو افتقاده الثقة والاعتبار وأسباب أخرى. أهلا بحضراتكم من جديد. موضوع حوارنا الأول بهم 6.5 مليون موظف عاملين بالدولة عندهم تساؤلات كتيرة حول قانون الخدمة المدنية الجديد اللي بيضيفوا من واجبات على الموظفين واللي بيضيفوا من حقوق متعلقة بالأمور المادية، متعلقة بالبدلات بالمكافآت. إيه وجه الاختلاف الجذري ما بينه وما بين القانون المعمول حاليا؟ والتساؤلات دي يمكن بتصحبها مخاوف حول الحقوق اللي الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ممكن يضيفها هذا القانون أو يأخذها منهم. التساؤلات دي هنحاول معنا في سيادة المستشار أيمن عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. مساء الخير سيادة المستشار. مساء الخير فندم. مساء الخير على جميع المشاهدين. ازيك يا سيادة المستشار؟ مساء الخير على حضرتك. طيب، قانون الخدمة المدنية الحقيقة أنه هو يعني حديث يعني الكثيرين، زي ما إيمان قالت 6.5 مليون موظف في الدولة، بقالنا مدة بنسمع عن قانون الخدمة المدنية، هيحصل إيه الموظفين، هيحصل لهم إيه؟ القانون ده يعني هيتم تطبيقه على القطاع العام فقط ولا أيضا قطاع الأعمال وقطاع الخاص؟ إيه علاقته بيه؟ لا، هو القطاع الخاص بينطبق عليه حضرتك قانون العمل رقم 12 سنة 2003، ده قانون العمل. طيب، للقطاع الخاص والعلاقة الوظيفية اللي بتربط العامل بشركات القطاع الخاص. أما ده بينطبق قانون الخدمة المدنية، واضح من الاسم إن هو بيتعلق بخدمة الدولة بس في المجال المدني، اللي هو الموظفين اللي زي حضرتك وزي حضرتي. دول الموظفين اللي بيعهد ليهم القانون بخدمة في الدولة وأحد أشخاص الاعتبارية العامة. دي اسمها الخدمة الإيه؟ المدنية. هل بيعتبر القانون بتوقيع الرئيس في حكم الصادر؟ طبعا من من تاريخ نشره، من اليوم التاريخ نشره الجريدة الرسمية. هو 12-13 مارس سنة 2015. طيب، هيتطبق إمتى؟ لا، ده هو هيتطبق.
هو متطبق دلوقتي. هو متطبق دلوقتي. متطبق دلوقتي، هو اللي متأجل حضرتك اللائحة التنفيذية وجت في مواد الإصدار وقال القانون يعني جه في مواد الإصدار قال إن اللائحة التنفيذية دي لازم أن تصدر خلال 3 شهور من تاريخ الإيه؟ من تاريخ النشر. يبقى إحنا عندنا من 13 مارس حضرتك اللي هو بدء سريان القانون، لأنه 12 في 12 مارس وينطبق من اليوم. انا بس مش فاهم يعني ايه اتطبق ولسه اللائحه التنفيذيه؟ لا اللي بيطبق من غير لائحه تنفيذيه، لا لا اللي هو يعني دلوقتي مثلا الاجازات هينطبق عليها الاجازات اللي موجود في نصوص القانون. كيفيه بقى الحصول على الاجازه واجراءاتها دي بتنظمها اللائحه التنفيذيه، عشان كده اسمها لائحه تنفيذيه، مجموعه من القواعد تنفذ القانون، يعني تجعل المواد القانونيه العامه المجرده دي. هديك مثال، لما نقول في قانون جوازات السفر مثلا من حق كل مواطن ان هو يحصل على جواز سفر، دي القاعده القانونيه اللي موجوده فين؟ في القانون. طب ازاي احصل على الجواز؟ لابد ان انا اجيب شهاده جيش، شهاده اللي هي اداء الخدمه العسكريه، المؤهل الدراسي، اكون معايا رقم قومي. دي اللي بتنفذ القاعده. ما القاعده من غير تنفيذ ملهاش قيمه على الواقع، صح ولا غلط؟ يعني انا ما من حقك. يبقى احنا ازاي بننفذ القانون ولائحته التنفيذيه لسه ما اتعملتش؟ لا، القانون بينفذ بالقواعد التنفيذيه بتاع قانون الخدمه، قانون العمل المدني للدوله القديم بما لا يتعارض مع قواعد. يعني احنا بننفذ اللائحه التنفيذيه بتاعه القانون القديم بما لا يتعارض مع قانون الخدمه المدنيه، مع القواعد الجديده اللي جايه بالظبط. طيب وده اللي موجود في نص الاصدار يعني. طيب القواعد الجديده اللي جايه بما انه معمول بيه، ما فيش حاجه حصلت يعني تجعل الموظفين لغاية اللحظة اللي بنتكلم فيها يشعروا بالفارق الكبير، رغم ان عندهم تساؤلات كتيرة حول الفارق اللي هيكون ما بين القانون القديم وقانون الخدمة المدنية الجديد؟ امتى هنشعر بالفارق؟ هل فورة اصدار اللائحة التنفيذية؟ مع تطبيق اللائحة التنفيذية مش هنشعر بالفارق، هنشعر بالفوائد اللي تعود على الموظف في الأجازات والعلاوات. أيضا برضو قانون خدمة المدنية جاب يعني مبدأ خطير جدا، وده أعتقد أنه لصالح الموظف، أنه جعل الأجر المتغير للموظف 80% والأجر الثابت 20%. معنى كده إيه؟ أن كنت حضرتك وأنا والباشا كان بياخد الأجر متغير إيه؟ هو الأعلى. هو الأعلى، كلام سليم. هيبقى الأجر الثابت والأجر المتغير 20% والأجر الثابت كام؟ 80%. يبقى الاجر الثابت هو 80%. الاجر الاعلى هو الاجر الاعلى، والاجر المتغير هيبقى قليل، وده هيبقى ليه برضه فايده كبيره جدا بالنسبه للمعاش، لانه هيتحسب على الاجر الثابت فيكون المبلغ الاعلى، وده هيتطبق فور اصدار هيبقى ليه اثر على المعاش اللي هيطلع معاش بعد كده في ظل تطبيق قانون الايه؟ الخدمة المدنية. طيب بس الاختلافات كتيرة ما بين يعني كل أجهزة الدولة، يعني النظام اللي معمول به مثلا في مؤسسة حكومية زي الإعلام الحكومي زي التلفزيون المصري غير باقي الوزارات، ده هينطبق على الجميع مع اختلاف الفروق المهنية أو طريقة المرتبات؟ كل شخص اعتباري يعني كل شركة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة ليها القانون بتاعها، يعني الهيئات العامة ليها القانون بتاعها، ماشي حضرتك؟ الشركات اللي هي المساهمة المصرية ليها القانون بتاعها، كلام سليم؟ القطاع الخاص ليه القانون بتاعه، الدولة والوزارات والأشخاص اللي اعتبرها عامة زي هيئة السكة الحديد وهيئة النقل العام ليها القانون بتاعها اللي يتناسب مع طبيعة الموظف بهذه الايه؟ ليها القانون بتاعها ولا ليها اللائحه التنفيذيه بتاعتها؟ لا، القانون بتاعها بلائحته التنفيذيه اللي بيتناسب مع مين؟ مع علاقه الموظف طب بهذا. طب كده مفيش بقى قانون خدمه مدنيه واحد، يبقى قانون خدمه مدنيه يعني لكل هيئه او وزاره او قطاع. انا احيي ذكائك، هو اسمه قانون توظيف سواء كنت في شركه قطاع خاص او قطاع عام او في دوله، ده اسمه قانون التوظيف بصفه عامه. لكن احنا بقى بنفرق ما بين طبيعه الهيئات. دي نقطة مهمة قوي يا سيادة المستشار، لأن احنا ما كناش فاهمين كده، احنا كنا فاهمين ان قانون الخدمة المدنية هو واحد على كل الهيئات والوزارات. حضرتك فهمتنا انه لا، في قانون خدمة مدنية للتلفزيون ولوزارة كذا ولوزارة كذا مختلفين. هو اسمه قانون توظيف بس بيختلف بحسب ايه؟ بحسب ايه حضرتك؟ القواعد الواجب اتباعها في هذه الجهه، يعني لما اقول اتحاد الاذاعه والتلفزيون ان هو كجهاز اقتصادي، لكن لما اقول مثلا وزاره الاسكان مش جهاز اقتصادي، لا ده جهاز خدمي، لما اقول هيئه السكه الحديد ده جهاز خدمي مرفقي، يعني بيقدم خدمه عامه. اي نعم الاتحاد الاذاعه والتلفزيون بيقدم خدمه عامه لكن من منظور اقتصادي، علشان يقدر
يتنافس مع باقي يعني إيه. هنا بقى بسبب اختلاف الطبيعه دي بتؤثر في طبيعه القواعد اللي بتربط مين الموظف يعني فكره بقى 80% و20% اللي حضرتك قلتهم دول هتبقى بالنسبه للموظف 80% ثابت و20% متغير بالنسبه مش كل هيئه او كل وزاره تعمل كده يعني كما يتراءى لمصلحتها ومصلحه بالظبط ومش كل ومش هينطبق على الشركات الخاصه طبعا اللي هو بينطبق عليها قانون العمل يعني كل واحده زي ما بقول لحضرتك بتتناسب مع طبيعه الجهه الذي اعمل بها وده هيتم الاعلان عنه في كل الجهات الرسميه يعني فور اصدار اللائحه التنفيذيه هيتم يعني اعلام الموظفين انه يعني قانون الخدمه المدنيه اللي هو فيه يعني ده الفرق يمكن الكبير اللي بيسلط عليه الضوء الفرق بالنسبه الاجر الثابت والمتغير هيتم الاعلان عنه لا هو منصوص عليه حضرتك لكن لما هيجي بقى اللائحه التنفيذيه تطبق بقى اللي هي تنزل القاعده دي موضع التنفيذ يعني احصد بقى يبقى يتحول النص ده الى عمل واحط الفلوس في جيبي واحس فعلا ان النص اتطبق ده انت بعد اللائحه التنفيذيه واللائحه التنفيذيه لازم تطلع قبل 12 يونيو ايه فروق تانية ايه فروق تانية يعني ممكن تكون جوهريه نحس بيها في الكفارق ما بين القانون القديم وقانون الخدمه حضرتك المدنيه حضرتك برضه ما فيش نهايه مربوط يعني كنت حضرتك كل درجة ليها نهاية مربوط إذا أنت فوت المدة اللي المفروض تقعدي فيها في الدرجة ما تزيديش تفضلي يعني إيه نهاية مربوط؟ يعني السقف المالي؟ السقف المالي للدرجة المالية أقف عندها في حد معين أقف عنده حتى لو قعدت مدة أكتر من المدة الإيه المقررة أفضل عنده لا يعني أنا مثلا عملت شغل لا أنا في خلال شهر تعدى لا السقف مش المالي لا لا مش ما بقبضوش لا ما تطبقوش على اللي موجود في الاذاعه لا طب لو حضرتك عندك مثل تاني انا موظف في درجه مدير اداره كلام سليم المفروض بعد ثلاث سنين مثلا اللي هي المده الميدانيه أترقى الى مدير عام طب ما ترقتش فضلت خمس سنين سبع سنين لو فضلت السبع سنين دول بعد الثلاث سنين ماليش ايه علاوه ما يضافليش اي حاجه على الايه على المرتب ده اسمه انهاء لاني وصلت لنهايه مربوط درجه مدير اداره الا انا ما اقدرش اخد فيها اي زياده ايه تانية لا هنا قال لك مع كل سنه يضاف ليك زياده حتى لو ما ترقتش يعني انا حبيت اجيبها لك بمعنى ايه سهلك من غير المعاني القانونيه احنا عايزين نبسط الامور جدا بالظبط يعني الناس دي, عايزة تفهم دي, دي 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 الصوره المبسطه لحته نهايه المربوط طيب الواجبات ملهاش سقف ده برضو الفرق ما بين قانون العاملين المدين بالدولة 47/78 والقانون الحالي اللي هو 18/2015 طيب احنا عارفين قانون العمل بالذات للعاملين في الدولة الموظف لا العمل ده اسمه العمل ده للشركات الخاصة للقطاع الخاص تمام اما ده قانون خدمة مدنية لا احنا بتكلم على الوضع القديم كان متعارف عليه ان الموظف اللي بينتمي لأي هيئة تابعة للدولة هو موظف اي كانت موظف كفاءته ايا كانت معدل انتاجه ايا كان تراخيه او كفاءته هو موظف منتمي للحكومة لغاية سن المعاش هل في فارق في قانون الخدمة المدنية الجديد وربط كون ان الموظف مستمر في عمله بكفاءته او بمعدلات انتاجه وده متروك للهيئة انها تحكمه باي شكل من الاشكال احنا هنفرق ما بين الوظائف العليا اللي هي الممتازة اللي بتبدأ من درجة مدير عام وكيل الوزارة وكيل أول والوظائف اللي قبل كده الوظائف اللي قبل كده هتتبع معاها تقارير الكفاية الايه تقارير الكفاية عن العمل طيب لا النقطة دي مهمة يا سيادة المستشار عشان كده هنتكلم عليها بالتفصيل لكن بعد أن نذهب إلى موجز لأهم الأنباء مع سحر صبري بكم إلى موجز أنباء الساعة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بجعل الزيتون أحد المحاصيل الزراعية الأساسية التي يرتكز عليها النشاط الزراعي في مشروع استصلاح المليون فدان جاء ذلك خلال اجتماع السيسي بأعضاء المجلس المصري للزيتون بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح الدين هلالة استعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع ملامح التصور المبدئي لمشروع أغصان الزيتون الذي يستهدف الوصول بزراعات الزيتون في مصر إلى 100 مليون شجرة بحلول عام 2020 مما يضع مصر في المركز الثالث عالميا في مجال إنتاج الزيتون وأضاف أعضاء المجلس أن المشروع يستهدف زراعة 70 ألف فدان بالزيتون
أدى المستشار أحمد الزند اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كوزير جديد للعدل خلفا للمستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق، وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب وبحضور وزير العدل الجديد المستشار أحمد الزند الأوضاع الأمنية وسبل مكافحة الإرهاب ونتائج زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الغربية أمس. كما استعرض الاجتماع تقريرا حول توفير احتياجات المواطنين الأساسية وكذلك توفر السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان المبارك فضلا عن امتحانات نهاية العام الدراسي. دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو إلى إيقاف التدمر الأثرية في سوريا، وحثت المجتمع الدولي على بذل كل الجهد لحماية السكان وحفظ التراث الثقافي بالمدينة. يأتي هذا في حين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سيطرة تنظيم داعش مساء الأربعاء بشكل شبه كامل على مدينة تدمر وسط سوريا بعد انسحاب كثيف لعناصر القوات النظامية من مختلف أنحاء المدينة. وقال مدير المرصد أن هناك سيطرة شبه كاملة لتنظيم داعش على تدمر، حيث انسحبت عناصر قوات النظام بكثافة من كل المناطق، إلا أنه أشار إلى أن التنظيم لم يدخل سجن تدمر شرق المدينة ومقر المخابرات العسكرية في غربها اللذين توجد فيهما أعداد كبيرة من الجنود. قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين إن الحكومة اليمنية لن تشارك في المحادثات التي دعت إليها الأمم المتحدة في جنيف ما لم ينسحب المتمردون الحوثيون من المدن والأراضي التي سيطروا عليها. ميدانيا قصفت طائرات التحالف مواقع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بينما قصفت الميليشيات الحوثية المتمردة والقوات الموالية لها مناطق متفرقة من مدينة الضالع جنوبي اليمن. من جانب آخر أعلنت الداخلية السعودية استشهاد جندي سعودي بقطاع الحرث بمنطقة جازان على الحدود مع اليمن إثر تعرضه لشظايا مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية. نهاية الموجز، عودة مرة أخرى إلى من القاهرة والزملاء شادي وإيمان.